يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الاستغفار وبين التوبة؟ وهل للإنسان أن يقتصر على أحدهما؟ التوبة هي الرجوع من عن الذنب، التوبة من التوبة والرجوع والإنابة، التوبة والإنابة معناهما الرجوع عن الذنب إلى الطاعة. والاستغفار تستغفر الله أن يغفر لك شيئا مضى، شيء مضى من أعمالك السيئة. نعم.